تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، نقدم لكم نشرة لأهم الأخبار الرياضية، والبداية مع أبرز العناوين. بإقامة 5 مواجهات الثلاثاء المقبل موعدا لانطلاق منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز. الطلبة يتفق مع المدرب السوري أنس مخلوف لقيادة الفريق في الدوري الممتاز. أربيل يحقق فوزا مستحقا على الحبانية في دوري كرة الطائرة الممتاز. الأهلي المصري يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب مونتيريك المكسيكي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تنطلق يوم الثلاثاء المقبل منافسات الجولة 20 من دوري الكرة الممتاز بعد رحلة توقف بسبب مشاركة منتخبنا الوطني بتصفيات المونديال، حيث تقام 5 مواجهات، إذ يحتضن ملعب الشعب الدولي ديربي بغداد بين الطلبة والشرطة، ويلعب الكهرباء فريق أمانة بغداد، ويحل فريق الكرخ ضيفا على نفط البصرة على ملعب الفيحاء، ويلتقي نوروز مع فريق زاخو على ملعب السليمانية، ويستضيف نفط ميسان فريق النفط على ملعب ميسان الدولي. وتستكمل الجولة في اليوم التالي بإقامة 4 مواجهات. كثف فريق الشرطة متصدر ترتيب الدوري الكروي الممتاز تدريباته تحضيرا لمواجهة فريق الطلبة في ديربي بغدادي كبير للتابع. بعد العزف الجميل للقيثارة الخضراء وتحضيرا للمرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز، تبدأ القيثارة رحلة الصدارة بعد انتهاء المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة. مثل ما تعرف الحمد لله أشكر الله، وفقنا بالمرحلة الأولى وتصدرنا يعني بفارق من النقاط نقول جيد، لكن المرحلة الثانية اكو اختلافات. مثل ما تعرف كل الفرق تستقطب لاعبين جيدين، تستغني عن بعض اللاعبين وبعض المراكز، لكن احنا الحمد لله شكر قدرنا نحافظ على اغلب اللاعبين، رغم اكو يعني عندنا اصابات يعني تطول اكثر من شهرين، لكن العدد الموجود عندنا واللاعبين الموجودين عندنا الحمد لله وشكر هو هذا سر نجاحنا بتقريبا نفس المستويات ونفس الأداء. إن شاء الله نبدأ المرحلة الثانية بعد التوفيق من رب العالمين بأداء جيد ومستوى أفضل في سبيل إحراز لقب الدوري. تعدادات جيدة، الفريق بين المرحلتين دخل معسكر تدريبي، الحمد لله الكل استفاد، الفريق معنويات عالية باستثناء الكابتن علي عبد الزهرة ومحمد قاسم، الله يرجعهم بالسلامة ويشفيهم. طبعا تعرف مباراة ديربي بين ناديين كبار، ان شاء الله نادينا يقدم كرة قدم تليق بتاريخ النادي وبتاريخ الفريقين حتى. يذكر ان نادي الشرطة قد وصل الى النقطة 53 دون خسارة، حيث يبدأ المرحلة الثانية بمواجهة الأنيق الطلابي يوم الثلاثاء المقبل على أديم الشعب الدولي. تعرفت مباراة طلبة مباراة مهمة انه وتعتبر افتتاح الدوري. تعرف انت خلصنا المرحلة الأولى مصدرين، وإن شاء الله هاي المرحلة أكيد راح تكون قوية، لكن الحمد لله وشكر نمتلك كادر تدريبي جيد ولاعبين جيدين، وإن شاء الله همين نحقق نتائج إيجابية ونسعد جمهورنا. هذا الموسم يعني بصراحة احنا عادنا نفسنا وعادنا للإدارة انه احنا نقدم افضل صورة لفريق الشرطة. المرحلة الأولى للنسيان اكيد طبعا، لكن تعرف التفارق كبير، فرق النقاط. مباراة طلب مباراة مهمة، فريق يعني فريق جيد يمتلك لاعبين على مستوى عالي، لكن هذا ما يمنع انه احنا ان شاء الله لازم نقدم مستوى طيب في هذه المباراة وان شاء الله نحقق 3 نقاط. بعد انتهاء المرحلة الأولى متصدرا، القيثار على أتم الجاهزية للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز بمواجهة الطلبة على أديم ملعب الشعب الدولي. للعراقية الرياضية مار عبد العزيز. وعلى صعيد متصل، يواصل فريق الطلبة تحضيراته لملاقاة الشرطة ضمن الجولة 20 من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز. أولى من الدور الممتاز وأصبحت في طي النسيان بحلوها ومرها لجميع الفرق، ولم ينقطع الأمل لمن أخفق وحتى
من تصدر، فالطموح أمر مشروع، وها هي الثانية على أبوابها، فترى الأندية تتأهب لها، والأنيق أحدها الذي سيواجه متصدر الدوري الشرطة، حيث أكد الجهاز الفني أن الفريق على أتم الجاهزية لهذه المباراة رغم صعوبتها. احنا عدينا للمرحلة الثانية، فكيف فريق الشرطة؟ أكيد فريق الشرطة فريق محترم، فريق متصدر دوري، يمتلك لاعبين، إدارة، جمهور. احنا هم نادي جماهيري، والحمد لله الموسم الطلبة غير شكل، يعني جهود الإدارة وجهود الكادر التدريبي السابق، والحمد لله والشكر وضعنا جيد، عدينا العدة، فريقنا دا نتدرب زين. روح المنافسة مزروعة بنفوس اللاعبين الذين يجرون مرانهم بأريحية عالية للتمسك بما وصلوا إليه، إذ أعربوا عن استعدادهم المثالي لملاقاة الأخضر الشرطاوي في أولى مواجهاتهم للمرحلة الثانية. جميع اللاعبين جاهزين لديربي بغداد، ما عدا اللاعبين المحترفين اللي استقطبناهم في المرحلة الثانية. الكادر التدريبي جاي يعمل جهد خلال هاي الفترة الماضية بالتوقف. عاهدنا أنفسنا وعاهدنا الجمهور ودخلنا المربع، وهسه احنا وصيف وننتظر مرحلة ثانية. أكيد صعبة لكل الفرق، وعندنا مباراة مهمة أمام الشرطة. الشرطة تعرف فريق مصدر وفريق عريق، إن شاء الله احنا عادين هاي العدة. صراع بين الصدارة والوصافة، رغم بعد القيثارة الخضراء بنقاط الترتيب، لا يمنع الوصيف من الابتعاد عن المنافسين في ديار بالعاصمة. بعد خطفه للوصافة في مرحلة الذهاب من الممتاز، يطمح الأنيق أن يحافظ على مكانه في إيابه من متصدر الترتيب القيثارة الخضراء في ديار بالكبار. من بغداد، أنور صباح، العراقية الرياضية. توصلت إدارة نادي الطلبة الرياضي إلى اتفاق مبدئي مع المدرب السوري أنس مخلوف لقيادة فريقها الكروي. وأكد مراسل العراقية الرياضية أن إدارة الأنيق ستوقع رسميا خلال الأيام المقبلة مع المدرب السوري أنس مخلوف لقيادة الأنيق في المرحلة الثانية من الدوري الكروي الممتاز. هذا وأكد مدرب فريق الطلبة حيدر محمد في تصريح للعراقية الرياضية أنه باق ضمن الملاك التدريبي للأنيق الذي سيقوده المدرب السوري أنس مخلوف في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز. نادي الطلبة كل شيء، يعني أنا موجود مسؤول على الفريق كله، على فريق القدم، يعني الإدارة مكلفتني أنا مسؤول على فريق القدم، حتى بالاستقطابات باللاعبين الجدد اللي نريد نطلعه نجيبه، يعني أنا موجود. وحاليا احنا يعني اللي فكرنا بهذا المدرب السوري، تعرف يعني المدرب السوري عنده انجازات بسوريا، مدرب منتخب، مدرب شاب جيد عنده طموح، احنا يما نساعده. تعرف أنا ما أقدر كلها، أنا اللي أقود هذا نادي الطلبة كله، يعني تعرف لازم نجيب من مدرب حتى إحنا يما نساعده، نجيب له لاعبين حتى يمشي هذا النادي. يعني كابتن حيدر راح تكون من ضمن الملاك التدريبي اللي راح يقود المدرب السوري. أنا موجود، يعني ما أنا ويا مساعد وهو مدرب. تعرف حتى يعني نبعد أهواك، وناس تقول أبو عجة هو اللي مسؤول، أبو عجة هو اللي مدرب، أبو عجة. إحنا ما نريد نخوض بهاي يعني الناس اللي تقوله، احنا موجودين ونقول لهم احنا نجيب مدربين على مستوى عالي، والمهم النادي هنا يمشي ويرجع الى وضعه الطبيعي. هذا ويتحدث المدرب والمساعد لفريق الشرطه حسين عبد الواحد عن عدول مدرب القيثاره الكابتن مؤمن سليمان في تصريح خص به العراقيه الرياضيه. هذا يعني هذا اللي صار، يعني صراحه اذا اقول لك جزء ما صدق رده فعل على شنو ما كنت، يعني ما اعرف لين انا كنت يمه قبل ساعة من التصريح ماله. فبعدها ثاني يوم رجعت جيت لهنا للتمرين، فسألت قلت له كابتن شنو السبب؟ يعني الظاهر هو الرجل يعني تدري كل إنسان عنده أسرار خاصة بداخله، هو يعني هو حر بتصرفاته، ما قدر يعني ما قبل يبوح بأي موضوع، احتمال عائلي، احتمال عنده عروض، أو احتمال يعني اداري، ما هذا شيء هو يعني هو اللي يبوح به مو انا. كل الامور متاحه والامور ممتازه بنادي الشرطه، شنو الغايه انه يفكر بغير بتعاقدات غير تعاقد نادي الشرطه؟
يعني كل انسان عنده طموح، يجوز يجت عروض بدول اعلى من مثلا الدوري العراقي، يعني هو هذا قلت لك شيء خاص بي وخاص برايه، واحنا نحترم رايه، ولحد الان هو باقي مع الفريق وهو ناجح مع الفريق، وصراحه يعني هو يعني حسب كلامه مرتاح بالعراق واجواء البلد واللاعبين والنادي والجماهير، يعني هو هذا رايه، شنو اللي خلاه هيك يصرح هو الله اعلم. يواصل فريق النجف استعداداته تحضيرا لانطلاق المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز. منتظر الشريفي والتفاصيل. استعدادات متواصلة يجريها نادي النجف لخوض مبارياته القادمة في المرحلة الثانية بدوري كرة القدم العراقي الممتاز، مباريات سبقتها أخرى ودية لتأهيل الفريق بما يتناسب مع سمعة النادي. الحمد لله، يعني خلال هذه الفترة قدرنا خاصة بالتوقف بين المرحلتين حاولنا استعدادات التمارين العامة والأعداد الخاص، قدرنا نحصل مباريات تجريبية ممتازة، وصلنا الفريق إلى المرحلة الجاهزية، قدرنا نرفع من اللياقة البدنية، خضنا المباريات التجريبية وحققنا نتائج جيدة ومتميزة. الحمد لله الفريق بدأ يعني بالتصاعد ودخول اللاعبين الاستقطابات الجديدة مع الفريق واندماجهم، هذا في شيء كبير وكانت إضافة يعني جيدة بالنسبة لنا، والحمد لله والشكر احنا الآن فريقنا جاهز. أعتقد إصابة بس يعني غياب أمجد راضي عن الإصابة، داعي الإصابة فريقنا جاهز مباراة الديوانية، مباراة إن شاء الله المهمة وافتتاح المرحلة الثانية، وأعتقد فريقنا راح المرحلة الثانية راح يكون غير شكل. وتأتي هذه المباريات الودية التي يجريها نادي النجف مع الفرق العراقية من أجل تطوير قدرات اللاعبين ومعالجة الإخفاقات. الوحدات التدريبية التي عقدها الكادر الفني والمباريات الودية التي أجراها الفريق مع نادي القاسم ومع نادي النفط ومع نادي بغداد، و حقيقة وقع الكادر الفني على نقاط القوة ويعني نقاط السلبية في الفريق أقول شخصها خلال هذه المباريات الثلاث، وأيضا استطاع إشراك اللاعبين الجدد الذين تم إضافتهم للفريق سواء اللاعب المحترف تيرلي وأيضا عدنان محمد ورعد فنار و أحمد أوميغو. اللاعبون من جانبهم ناشدوا الحكومة المحلية لدعم النادي في ظل تنافس كبير بين الأندية العراقية، لكن هناك مشكلة مو مشكلة الأموال، نتمنى من المسؤولين بالمحافظة، نتمنى من المحافظ النجف المحترم أنه يكون داعم الرئيسي لنادي النجف. طبعا هم ما راح يقصرون اتجاه مدينتهم، هاي مدينة أمير المؤمنين تستحق أنه الكل يضحي لها، تستحق أنه الكل يشتغل من أجل نادي النجف. نادي النجف تعرف ما بي أموال، واللاعبين يطلبون أكثر من شهر صار لهم، ومثل ما قلنا المرحلة الثانية لازم الكل يتعاون الكل يتكاتف، وإن شاء الله نود الجميع أنه إن شاء الله راح نحقق نتائج تليق باسم وسمعة هذا النادي. لقناة العراقية الرياضية منتظر الشريفي، النجف الأشرف. يواصل فريق زاخو لكرة القدم تدريباته اليومية تحضيرا لمواجهة فريق نوروزة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز. يعني ان شاء الله نكون احنا باتم الجهوزيه، رغم يعني احنا ما نريد نضع الاعذار، تعرف احنا زاخو يفرق عن كل الفرق، يمكن ثلج بقى عندنا 10 ايام واحنا اضطرينا انه ناخذ يعني ملاعب مصغره على مود نكمل التحضيرات والاعداد الفريق. جينا اخر فتره هاي قبل 3 ايام رحنا لاربيل لعبنا مباراه وديه، الحمد لله استفادينا من عندها، وإن شاء الله نكون بدايتنا بالمرحلة الثانية مثل ما بدينا بالمرحلة الأولى، ورغم صعوبة يعني الوضع كله الوضع الفرق، تعرف أنه كلهم راح يتمسكون في البقاء في المقدمة، يعني راح تكون مباراة جدا صعبة، لكن إن شاء الله احنا نكون بأتم الجهوزية
من المرحلة الثانية. الحمد لله وشكر جميع اللاعبين بيتم الجاهزية. تعرف هسه احنا بدينا يمكن مرحلة ثانية او بدينا دوري جديد بالنسبة لنا كزاخو. ان شاء الله يا رب نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نقدم مستوى يرضي جماهير زاخو والإدارة والكادر التدريبي. جميع اللاعبين الحمد لله ما عندنا اصابات ما عندنا حرمان. ان شاء الله يا رب من هاي المباراة والاخر مباراة نكمل مشوارنا ان شاء الله بالمراكز المتقدمة ان شاء الله. المدرب يعني يعرف قوة فلان لاعب، يعرف مهارات فلان لاعب، كل تشكيلة لها، كل مباراة لها لاعبيها، كل مباراة لها تشكيلة. قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل اجتماعه المقرر اليوم الأحد والخاص بتسمية مدرب المنتخب حتى إشعار آخر. وقال مراسل العراقية الرياضية أن الاجتماع المقرر اليوم لم يتم عقده، إذ كان من المفترض تسمية مدرب محلي من ضمن الأسماء المطروحة. وأوضح أن الاتحاد وضع اختياراته بشأن المدربين الوطنيين وهم باسم قاسم وراضي شنيشل وأيوب أوديشو وعبد الغني شهد، حيث سيتم اختيار أحدهم لقيادة المنتخب الوطني. وللحديث أكثر حول اجتماع وتسمية مدرب الجديد ينضم معنا عبر الهاتف مدير الدائرة الإعلامية الأستاذ يوسف فعل. حياك الله أستاذ يوسف في نشرة أخبار العراقية الرياضية. تحياتي لجميع مشاهدي قناة الوطن الغالية. أهلا بك. يعني أستاذ يوسف، حدثنا أولا عن أسباب تأجيل الاجتماع، تفضل. بداية تحياتي لجميع مشاهدي قناة الوطن الغالية وتحياتي إلى الزميلة العزيزة. هو لا يوجد تأجيل، وإنما كان هو من المقرر أن يكون الاجتماع يوم الاثنين المقبل، ولم يعلن الاجتماع في يوم الأحد. نعم. وقضية تسمية المدرب المقبل للمنتخب الوطني هي ستكون مثل ما عرف وشيعة، وتم الاتفاق المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم ان يكون المدرب محلي، والاسماء المطروحه هي اسماء محترمه. نعم. تتمتع بشخصيه. نعم استاذ يوسف، عذرا للمقاطعه، الاسماء المطروحه هي باسم قاسم وراضي شنيشل وايوب اوديشو وعبد الغني شهد. هل هذه الاسماء المطروحه هي الاسماء الحقيقيه ام ان هنالك اسماء اخرى سيتم طرحها؟ جميع الأسماء التي ستطرح على طاولة الاتحاد العراقي لكرة القدم هي أسماء سبق لها أن أشرفت على تدريب المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، وتمتع بعديد من الجوانب سواء بقوة الشخصية والفكر التكتيكي الجيد والقدرة على قيادة المنتخب الوطني في مباراتي الإمارات وسوريا، هي المباراتين مهمتين. ما زال لدينا بصيص من الأمل، وعلى المنتخب الوطني والإعلام والجمهور أن نعمل سوية من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين لتحقيق الانتصارات في هذه المباراتين. طالما هناك أمل وحظوظ المنتخب العراقي والمنتخب الإماراتي، منتخبنا يمتلك العديد من القدرات والأدوات البشرية التي ممكن أن تحقق ما يرتقي إليه جمهورنا الحبيب، ونحتاج إلى مدرب يستطيع من توظيف هذه الإمكانيات بتشكيلة مناسبة وطريقة لعب تتناسب مع قدرات لاعبين الفنية والبدنية والخططية، وكذلك إلى دعم الإعلام ودعم الجمهور الحبيب. من الممكن إعادة أسود الرافدين إلى جادة. نعم. الانتصارات من جديد. نعم أستاذ يوسف، سؤال لربما هنالك سؤال يطرح في أذهان الكثيرين، لماذا لم يتم الاعتماد على المدربين المحليين سابقا ونهرول نحو المدرب الأجنبي؟ يعني هو المدرب المحلي سبق له أن أشرف على تدريب المنتخبات الوطنية وخصوصا المنتخب الوطني، وهو يحظى بسمعة جيدة التطبيعية، والاتحاد العراقي لكرة القدم أراد تجربة المدرب الأجنبي لتحقيق حلم الملايين بالوصول إلى مونديال قطر. وبالتالي تم تسمية يعني كاتانيتش، بعدها أوتفوكات. احنا مثل ما نعرف أوتفوكات هو واحد من أفضل المدربين. نعم. في العالم، ولكن استقال أوتفوكات من المهمة لأسباب أعلنت في حينها ولأسباب
شخصية تخص المدرب، وبالتالي أكمل المسيرة المدرب المساعد بيتروفيتش. كابتن يوسف، يعني كابتن يوسف عذر المقاطعة مرة أخرى، لكن لم ينجح المدرب الأجنبي في الآونة الأخيرة، ولهذا السبب يتم الاعتماد على المدرب المحلي، وكأنه الحلقة الأكثر وأنه الحل الوحيد لصفوف المنتخب الوطني. قضية نجاح كل مدرب مع المنتخبات الوطنية تعتمد على العديد من المتطلبات، الأمور الإدارية، الأمور اللوجستية، توفير المعسكرات، اختيار اللاعبين، الفرق المتنافسة، وكثير من الأمور تتعلق بنجاح المدرب مع المنتخب الوطني. المدرب المحلي أو المدرب الوطني إن صح التعبير هو دائما ما يكون في الموعد ويقدم أقصى ما لديه من الأفكار التكتيكية ويتوهج فكره التكتيكي عندما يستلم مهمة تدريب المنتخب الوطني. لذلك فالآمال معلقة وكبيرة على المدرب الوطني من أجل قيادة المنتخب في مبارتي الحاسمتين أمام المنتخب الإماراتي والسوري من أجل الحصول على البطاقة الثالثة على أقل التقادير، وهذا ما يليق بالمنتخب الوطني على الرغم من العثرات، على الرغم من النتائج السلبية التي لا ترضي والجميع غير راضي وغير ملبي هذه النتائج للجميع، سواء جمهورنا الحبيب، الإعلام، الاتحاد العراقي لكرة القدم، جميع من يعمل في المنظومة الكروية هو يشعر في حالة غير جيدة بعد النتائج السلبية للمنتخب الوطني. نعم، كنت معنا عبر الهاتف مدير الدائرة الإعلامية لاتحاد الكرة الكابتن يوسف، شكرا جزيلا لك. وفي أخبار المنتخب الوطني، أبدى المدرب راضي شنيشل عدم رغبته بتدريب المنتخب الوطني في هذا الوضع المتأزم الذي يمر به المنتخب. وقال شنيشل أن تكليف مدرب عراقي بمهمة قيادة المنتخب لمباراتين في هذه الظروف صعبة، اعترافا بأن أمل التأهل لكأس العالم قد ضاع، موضحا أن المنتخب يحتاج إلى تخطيط منذ فترة طويلة، منتقدا ما وصفه بالتخبط بالعشوائية في التخطيط، لافتا إلى أنه سيوافق من مبدأ الوطنية وحبه للبلد في حال رفض زملائه المهمة. أكد عضو اتحاد كرة القدم محمد ناصر أن اتحاد الكرة قرر إفادة مدرب منتخب الشباب عماد محمد إلى الدول التي يحترف فيها اللاعبون العراقيون، وذلك لمشاهدتهم عن قرب واختيار الأنسب من بينهم لضمهم للمنتخب. وقال ناصر أن الملاك التدريبي سيبقي أبواب المنتخب مفتوحة للاعبين الجدد ومن بينهم المحترفون خارج العراق لتعزيز صفوف المنتخب ووصوله إلى الاستقرار الفني، مشيرا إلى أن المدرب عماد وقع اختياره للاعبين اثنين جدد يحترفان في أوروبا. وللحديث أكثر عن اختيارات اللاعبين الجدد من قبل الجهاز الفني لمنتخب الشباب ينضم معنا عبر الهاتف المنسق الإعلامي للمنتخب الأستاذ قحطان المالكي. أهلا وسهلا بك في نشرة الثامنة. أستاذ قحطان، هل تسمعني؟ وسنواصل الاتصال فيما بعد. حيث عزز فريق نفط الوسط صدارته لدوري كرة صالات الممتاز بعد تغلبه على مضيفه الجنوب بثلاثة أهداف مقابل اثنين في افتتاح منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية. ولم تكن المباراة سهلة أبدا على حامل اللقب بعد أن قدم المضيف واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الحالي، إلا أن خبرة لاعبي نفط الوسط حسمت الأمور لصالحهم في الدقائق الأخيرة، وبهذه النتيجة عزز عندليب الفرات صدارته بالعلامة الكاملة بعد أن وصل رصيده إلى 36 نقطة من أصل 12 مواجهة خاضها حتى الآن.
انطلقت في ملعب كربلاء الرديف أولى محطات أعداد المنتخب العراقي للصمي والبكم لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم بالبرازيل. ويتضمن معسكر كربلاء الذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري وحدات تدريبية مكثفة بمشاركة 27 لاعبا تم اختيارهم بعد نهاية الدوري المحلي. ومن المقرر أن يخوض المنتخب 4 مباريات تجريبية مع الأندية المحلية قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي المؤمل إقامته في تركيا. ونعاود الاتصال مع الأستاذ قحطان المالكي المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب. أهلا وسهلا بك في نشرة الثامنة. مساء الخير، تحياتي لكم ولقناة العراقية الرياضية. أهلا وسهلا بك. بداية حدثنا عن أو أولا حدثنا عن الزيارة التي سيقوم بها الكابتن عماد محمد ومن هم اللاعبين الذين سيتابعهم عن قرب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كما يعلم الجميع أن المنتخب العراقي للشباب قام معسكرا تدريبيا في تركيا استمر ل 12 يوم تخلل العديد من المباريات مع أندية أوروبية وكذلك مع منتخب أذربيجان بالإضافة إلى المنتخب المكسيكي. الملاك التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن عماد محمد في كل فترة يبحث عن لاعبين جدد لإضافتهم، لذلك أبواب المنتخب دائما مفتوحة. شاهدنا في الأيام السابقة إضافة العديد من الأسماء لإعطاء الفرصة لأكبر عدد للتواجد مع المنتخب الوطني لاختيار أفضل المواهب لضمهم للمنتخب الوطني للشباب. المرحلة المقبلة الكابتن عماد محمد لديه توجه واضح بالتوجه إلى أوروبا لمشاهدة بعض اللاعبين الموهوبين اللي يسمح بضمهم الى منتخب شباب العراق، اعمارهم تسمح طبعا بضمهم لمنتخب شباب العراق. استاذ لذلك سيتواجد في المرحله المقبله ان شاء الله في حاله الحصول على سمه الدخول الى تلك البلدان. نعم، طيب استاذ قحطان، هذا ان يدل على انه الجهاز الفني يتجه الى جذب لاعبين محترفين اكثر، تفضل. مؤكد، هو ليس التركيز فقط على اللاعب المحترف، لدينا أيضا الكثير من اللاعبين الموهوبين داخل العراق، لكن في بعض الأحيان أنه هناك لاعبين تدرجوا بشكل صحيح في أوروبا وفق برامج وأنظمة صحيحة. الملاك التدريبي أوضح في أكثر من مرة أنه في العراق للأسف الشديد هناك إهمال واضح للفئات العمرية في الأندية العراقية، لذلك نرى أن الملاك التدريبي للمنتخب العراقي للشباب يدرب اللاعبين على أساسيات كرة القدم يفترض أن تكون وأن يكون اللاعبين تعلموها في الأندية، لذلك أصبح اليوم هناك تعشيق بين اللاعب داخل العراق مع اللاعبين أيضا محترفين خارج العراق، وهناك كما ذكرتم أنتم هناك لاعبين اثنين بالإضافة إلى حارس مرمى موجود في الدوري السويدي سيتواجد مع المنتخب العراقي، وقد تكون يعني أسماء كثيرة ليس فقط 2 أو 3 في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى وجود العديد من اللاعبين. أيضا لدينا أكثر من اسم غاب على المعسكر التدريبي من الأسماء الجيدة مع منتخب الشباب، وأيضا لا ننسى هذه ضرورة التجديد متواصلة مع الملاك التدريبي لتطوير المنتخب العراقي. لدينا اليوم كانت جلسة للملاك التدريبي وكذلك مشرف الفريق وعضو اتحاد كرة القدم الكابتن محمد ناصر مع جون ويتل المشرف مع المدير الإداري أو التنفيذي التابع للاتحاد العراقي لكرة القدم، وكانت جلسة واضحة تخللها الكثير من الحديث الصريح والرؤية أيضا المستقبلية التي وضعها الملاك التدريبي وكذلك مشرف الفريق الكابتن محمد ناصر، وأيضا التدريبات المنتخب العراقي ستعاود في الأيام المقبلة وفي التحديد في 15 من هذا الشهر إن شاء الله. نعم، بالتوفيق لكم أستاذ قحطان، شكرا لانضمامك معنا في نشرة الثامنة.
حقق فريق أربيل فوزا مستحقا على فريق الحبانية بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي جرت على قاعة الشعب بالعاصمة بغداد ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، هذا لسان حال الفوز الذي حققه أربيل على الحبانية في الدوري العراقي الممتاز بالكرة الطائرة، حيث حقق القادم من الشمال الفوز بثلاثة أشواط من دون رد ليكتب له أول فوز بعد أربع خسارات متتالية، والتي أنهت أحلام هولير بالالتحاق بصفوف المربع الذهبي. لكن أبناء المدرب خالد صالح بحثوا من خلال هذه المباراة تحسين واقعهم في جدول الترتيب العام للمسابقة. أعرف الفوز مهم، هو يعني أن تترك المركز الأخير أولا، بالإضافة إلى أن تبدي تشتغل على الحالات اللي أخفقت بيها. احنا كان يعني اذا حتى اذا تلاحظ بهاي المباراه احنا يعني ينقصنا اللاعب الارتكاز، راح نحاول نشتغل على هاي الحاله اولا، ونحاول ايضا نرتب وضعنا اكثر ان شاء الله. عمق جراح الحبانيه اتسع في دوري كره الطائره الممتاز، فالخساره اليوم كانت الرابعه على التوالي، امر جعل من الفريق حبيس المركز الاخير، لكن ذلك لم يمنع من وجود بعض الفائدة للفريق، وهو احتكاك لاعبيه الشباب أو الناشئين بمعنى أصح بفرق الدوري. وما الخسارة الأخيرة إلا شاهد على فارق الخبرة الكبير الذي يعانيه الحبانية أمام منافسيه. فارق الخبرة واضح، فريقنا يضم خمسة من منتخب ناشئين العراق مواليد 2003-2004، وتدري يعني هاي إمكانية الفريق. إن شاء الله قادم أفضل، نقدم مباراة أفضل إن شاء الله. فوز أول لأربيل يرفع من فرصه لتحسين واقعه في المسابقة، وخسارة جديدة للحبانية، أمر قد ينعكس على قوة مواجهات الفريقين في قادم المباريات أمام باقي المنافسين. العراقية الرياضية، أرشد العطار. وعالمياً.